السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبشركم بشارة، قولوا بشر. زمان بشرت لكم بسلام بشارة قوية. أبشركم زاد عدد المسلمين الآن، أبشركم 7 دخلوا في الإسلام دفعة واحدة مع أخوي حسن السلام. الآن أرسل لكم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. تكبير. الله أكبر. أخوان دخلوا بالإسلام، أنقذهم الله من النار، ونسأل الله أن يثبتهم. افرحوا وابشر. كل واحد فينا يا اخواني يتمنى انه احد يسلم على يده. ترى والله العظيم تستطيع، والله يمديك، بس فكر وفكر واحمل الهم، واسال الله عز وجل ان يكتب هدايتهم على يديك، وابذل الاسباب، والله يكرمك الله. تستطيع الان الحمد لله، مجالات الدعوه الان سهله وميسره، التعاون مع مكاتب الدعوه الان في وسائل التواصل، تستطيع ان تدعو، تستطيع أيضا أن تشارك في الأوقاف الدعوية للمكاتب التعاونية والمكاتب الدعوية، أيضا تستطيع أن تشارك في المواقع. رجل إخواني حمل الهم فأسلم على يديه 11 مليون الدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله. زوجة الدكتور عبد الرحمن السميط أسلم على يديها 200,000 كما قيل. الناس يقول أنا مقصر وعندي ذنوب، كيف أدعو إلى الله؟ يا أخي من اللي ما عنده ذنوب؟ كلنا مقصرين، لكن الدعوة تكفر الذنوب. يعظ العاصين من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم. كلنا مقصرين لكن ندعو إلى الله.